بالنسبه للمؤتمر المشرف اللي كان عندنا الاول هو الانتصار كل الاعتبار الفريق ديالنا بعد هذه المباريات لازم نتطور ديما بالنسبه لحنايا هذه المؤتمر كنعتبرها اختبار وبالنسبه للمستقبل حنا كنظن كنبنيو واحد الفريق ولكن خصنا فريق يكون منسجم حتى لعيبه اجنبيات حتى لعيبه مغربيات كنحاولوا انه نقلبوا على الانسجام ديال اللعيبات ان شاء الله الهدف بطبيعه الحال النادي الكنسي دائما كيلعب على الادوار الطلائعيه وكيلعب على الميتيات هذا معروف على السنين بطبيعه الحال البطوله هذه السنه كتعرف واحد المجموعه ديال الفرق اللي هي قويه من ضمنها كاين الحسيمة كاين الفار كاين الصويرة دونك بالنسبة لينا حنايا خصنا نلبسو هاد سميتو هاد الظروف على أساس تشوفو بشي كأس ولا بطولة إن شاء الله هاد السنة. هدي حمدوني قائد فريق نادي الهلال المكنسي أبخوكو المباراة احنا هنا تخي تخي بيان بريباري التطوين بيسك بعد التعف بعد العثرة متاع المباراة الحسيمة سيتي اون غران ديسيبسيون بالنسبة لينا نحن من بعد صلحنا الغلطات اللي غلطناهم في البارتي تاع الحسيمة اون تخي تخي بيان جوي جو فيليسيت توت لي في على ليفور اللي عملوه وستاف تكنيك زادا مالوغوزمون جو با بي باش نعاونهم بزاف السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.